آمين يا رب. انتصار لك انتصار. ويني ولك ليش ما عم تردي؟ انبح صوتي وأنا عم نادي لك. صدقيني والله العظيم ما سمعتك. ايه تعي لهون، تعي إيمي صينية القهوة وشوفي لي شو عنا بالبراد فواكه. حاضر. مشان الله تقبريني أم هشام، ما تعذبي حالك، مالي مطولة. لا ولو وسلامة خيرك، شو أقل منا؟ ايه انت ما منشوفك الا كل حين ومين، قد ايه صار لي ما شفتك؟ يمكن اكثر من سنه، مو هيك؟ قبل جوازة هشام بشهرين. ايه ها بصير هيك يا عم وفي. لا والله ما بصير، معك حق. بس بتعرفي الدنيا ومشاغلها. هالدنيا وهمومها بتلهي الحمار عن عليقه. على كل حال انا انبسطت بزيارتك، وان شاء الله ديارك عامره، والله يخلي لك اولادك وهالبنات وهالكنه الحلوه. تسلمي، تسلمي يا ام وفي، تسلمي. صحيح ليلي، شلونك انت وكنتك؟ ان شاء الله متفاهمين. والله يا ام وفي الكنه بهالايام عم تفوت على بيت حماها وكل شيء مأملها، ومع هيك بتلاقيها رافعه مناخيرها وعم تنق، ومو عاجبها العجب ولا صيام برجب. هلا اذا بدك تقارني جيلنا بجيل هون رح يتعب مخك كثير. جيلنا شيء وجيل هون شيء. ايه ما اختلفنا يا ام وفي. يسلموا هالايدين. يلا مدي ايدك ام وفي، يلا بلي لي قلبي. يسلموا هالايدين ان شاء الله. انتصار، شو صار بالغسيل؟ الغساله عم تغسل ولا عم تنشف هلا؟ لا لسه ما خلصت غسيل. اصبح متى ما خلصت غسيل وبلشت تنشف لا تخليها تدور كثير مشان ما يرجع لك الغسيل ويعذبنا بالكوي بعدين. فهمتي ولا ما فهمتي؟ ولك ردي. قولي لي شو اللي بيغيظك؟ بقول لك اللي ما بيلتكشني وبيرد بوشي. ولك فهمتي؟ لك ليش ما عم تردي؟ ولا سمعان مو هون؟ فهمت والله فهمت. اصبح لا تنسي تنشفي الغساله من برا ومن جوا بخرقه ناشفه لحتى ما تصدي. حاضر. وغيره؟ سلامتك. ايه اختي مو في شو كنا عم نحكي؟ ايه صحيح تذكرت، كنتي عم تقلي لي انه زماننا غير زمانه. ليش دخلي؟ شو بيفرق زماننا عن زمانه؟ ليش نحن كل هالقد كبار يعني؟ لا مو مسألة كبار، بس الأيام تتغير يا أم هشام. هل على أيامنا كان في غسالة أوتوماتيك؟ لا لا والله لا كان في غسالة ولا ضرابة. صدقيني بيت حماي ما جابوا الغسالة العادية إلا بعد ما صار الشحاد عنده غسالة. يا ستي كلنا بالهوى سوا. ولك قليل شو كان ينهدوا كتافنا من ورا الغسيل. قضينا زهرة عمرنا ورا طبق الغسيل، ما نوصل للفرشة آخر النهار إلا وحيلنا مهدود هد. لا وعينا على جواز ولا كان عنا ساعة فضى نسلي حالنا فيها، ويا من شافنا عم نركض من الطبخ للجلي للمسح للكناسة للشطف لفرك السجاجيد لتعزيل الحيطان وغيره وغيراته. صحيح، بس شو بدنا نعمل؟ يعني ما بنقدر ناخد زماننا وزمان غيرنا. مو هذا قصدي، أنا اللي بقصده إنه كنا نحنا نعمل كل شي ومن تمساكل، وكان بدنا رضا الحماية قبل رضا رجالنا. يعني كان إلا تم يأكل وما إلا تم يحكي. يا ستي عمره بده يمضى. هاي نحنا ما شاء الله حولنا تجوزنا وسكننا لحالنا وصار عنا أولاد وأصهرة وكناين، ويا عيني علينا. وين قايمة موفي؟ لسه بكير، ليش مستعجلة؟ تقبريني بدي روح على السوق جيب اللحمة والخضرة مشان الطبخ. حاكي مو صفيان غيري أنا وهالرجال بالبيت، والرك كله علي. وشو رح تطبخي لهم اليوم؟ حاكم الاكل صاير بحير. والله مالي عارفاني، هلا بنزل على السوق بشوف شو فيه وبلاقي لي شي طبخه. والله نحن رح نمضيها بلقمه مجدره وصحن سلطه. صحي ذكرتيني البرغل بده تنقايه. ولك انتصار. نعم مرت عمي. ولك ما خلصتي نشر هالوعتين، لك قريضه طردك ان شاء الله. شو بدك مرت عمي قولي لي؟ خلصيني خلصي وانزلي نقيلي شوية برغل وشوية عدس مشان المجدرة. حاكم نظرك أحسن من نظري. حاضر بتأمري. وفيقي سهام، صارت الساعة 11. ماشي حاضر. يا حبيبتي بخاطرك. الله معك. خلينا نشوفك انتي والبنات وجيبي كنتك كمان. إن شاء الله من شاء الله. لا والله مرت عمو مو هون. بدك منا شي؟
شو بيعرفني؟ فقت ما لقيتها. ايه سعيد، بدك تأخر على الغدا شي؟ ايه لا سلامتك، ما بدي غير سلامتك، الله معك. انا وعدتك باني حخسر مبلغ يرضيك لو انك تدني خصم 50% خصوصا بالنسبة لرحلة قبرص. هو انا قلت اوكي. الو مرحبا سنة، كيفك؟ ان العقد الحمد لله منيحة بعد الخسارة. والله ما بعرف، حاسة حالي مالي وحابة دردش معي. عندك شي؟ اللي عم على هالقصة، شو بدي ضل اشتغل بهالبيت مثل اللحمارة؟ والست سيهان على طول نايمة، وامها على ضيفة رايحة وضيفة جاية، وانا لازم اخدم الكل، ويا ويلي اذا قصرت. شو هدول جابين لبيتهم كنة ولا صانعة؟ بس بسيطة، انا لازم لاقي حل مع هشام لانه ما عاد فيني استحمل بنوب. صباح الخير نصور. صباح النور. فقتي بعدين؟ شو بدي ساوي؟ عم اعوض السهر اللي سهرته. شربي قهوة؟ لا حبيبتي، شربتها الصبح انا واخوكي وامك. شو علينا نشربها مره ثانيه مع بعض؟ اصبح حطي الدوله على النار ولقميها لبين ما اغسل وشي ومشط شعري وتنشط لي شويه. تتذكري مدرسه الرياضيات تبع صف الحادي عشر؟ بكلمك في البزنس. لك ايه بتذكرني شو كان اسمها؟ ايثان. لاني لما مدام غصون تذكرتها. يا ستي بتتذكري وقت اللي فاتت مره لعنا على الصف وكانت لابسه نظارات سميكه وحالتها حالي؟ ايه مزبوط. لا يا ستي يوميتها سناء بحكي معك بعدين. اجت مرتها يا لطيف. لازم تثق في كلمتي يا لطيف. يا لطيف شو هالدرج هذا؟ اهلين مرت عمو. اهلين حبيبتي. يا لقامته هالدرج. خير مرت عمو؟ دخيلكم رح يوقف قلبي. قومي قومي حبيبتي، قومي يا حلوه، قومي ناوليني كاسه مي تقبريني. انت كامي مرت عمو على عيني. دخيلك يا ربي. تفضلي مرت عمو. لك ليش هيك يا شاطره مانك عامله البيت لهلا؟ والله ما بعرف اليوم شو صاير لي يا مرت عمو، حاسه حالي من اول ما فقت اني مكركبه وجسمي مكسرت كثير، يعني ها الله اعلم، ما بعرف كانه طرف قريب، ما بعرف. سلامة قلبك يا حلوة، بس يا شاطرة لازم الواحد يرتب بيته بالأول، ما هيك؟ يعني حلوة يجينا شي ضيف على غفلة ويلاقي البيت بهالمنظر؟ حبيبتي؟ يلا تقبريني، قومي قومي عاونيني، خلينا نطبق الطبخة على النار وبعدين منلتفت على البيت أنا وياكي. إيه؟ وشو ناوية تطبخي اليوم يعني مرت عمو؟ جايبة معي بامية ورح أطبخ معها ملوخية، بعرفك ما بتحبي البامية، ما هيك؟ بلا ما لا حول ولا قوة إلا بالله على هالمنظر. هلا أنت مستعجل شوي بشراك إذن الاستيراد، يعني كان لازم تستمر حتى يرسل لك. شايفك دبراني على خيي؟ مو دبراني، نعسان بدي أقوم نام. وأنا مظبط. والله معك، وأنا كمان تعبان كثير اليوم. بس يعني لسه بكي. عطلة لازم يرسي عليك. شو بكي؟ صار لي من صباحية الله وأنا قاعدة عم بفعي. تصبحوا على خير. بكير مسور، كمل المسلسل على القليلة. معلش تركوها، شكلها تعبانة بترتاح، وأنا كمان تعبت كتير اليوم. تصبحوا على خير عن إذنكم. وأنت بخير. كلنا تعبانين بس بكير على النوم. تصبحوا على خير. أنت من أهلا. وأنت الثانية بدي إياك تفيقي بكرة بكير، حاجتك بقى نوم للظهر، تقنت كتير المسألة. خلص ماما، لك اليوم نحكي بهالقصة. لك صرت حاكي معك 100 مرة وكأنه ما حكيت شيء. خلص فهمت، من بكره رح فيق من أدام الصبح، منيح هيك؟ لك الواحد بحط اصبعته بعينه، مثل ما بتجع بتجع غيره، ومرت أخوك عملت فيه من الصبح وأنت نايمة وهي عم تشتغل. فهمت فهمت والله فهمت. لك مالك شايفة مرت أخوك كيف قلبه وشه وعم تتحاكى؟ من شو يا حزري؟ هي هيك طبيعتها، من أول ما تعرفنا عليها من سنتين ونص وهي هيك، فلا تقولي لي شغل وما شغل، كمان أنا صاحية ومتأخر بالنوم، بس لما فيق ما عم خلي علي. المهم هلا أنا ما بحب الخلقة الناشفة وخصوصا من الكنة. لك حاجتكم قالوا إنا العمى بقلبكم، كل سهراتكم مجادلة. وانت أبو هشام ما تقوم تنام بفرجتك، وأحسن ما تنام على القاعد. أنا نايم على القاعد؟ طبعا قوم نام جوا أحسن لك، على كل كلياتنا أهل ننام. وانت قلتي يا الله. وانت بدك تقوم تنامي؟ خليكي خليكي سهرانة. ما بقدر تأخرت، يلا قلت لك.
بدي نام وتعبان، أجلي الحكي لبكرة. وبكرة رح تقلي نفس الحكي؟ قصتك وحفظت بصل غسل وشلي وطبخ. يلا في طبخ بصينك يا نام. يلا ايه رح خلصة، بس الصباح رباح. تشرب قهوتك هون ولا فوق؟ لا بشربها هون، مو محل زي اشربها فوق، مستعجل. يعني انا هلا بدي افهم، انت بدك تفضلي بالليل نعسان وبالنهار مستعجل؟ لا حول ولا قوة الا بالله، شو بدك مني هلا فهميني؟ بصراحة يا هشام انا ما عاد اقدر اتحمل، لازم تلاقي لي حل لمشكلتي. شلون بدك حل لمشكلتك يعني؟ ما بعرف، دبر حالك. شلون بدي دبر حالي؟ 100 مرة فهمتك انه انا ما بقدر افصل اكلي وشربي وعيشتي عن اهلي، واني استاجر بيت لحالنا ما معي. بقى شو بدك يعني ساوي؟ بس انا ماني مجبورة اشتغل مثل الحمارة بهالبيت، واختك عم بتقلي حالها ضيفة. قسما بالله رح تجيبوا لي جلطة انت واختي. العمى على هالعلاقة، فعلا عليك نسوان ما لها حل. لا سيدي ما حذرت، إلها حل والحل عندي انا. وشو الحل بقى؟ انا رايحة لبيت اهلي. بدك تحردي يعني؟ احسبها مثل ما بدك. اسمعي انتصار، اذا بتطلعي برات باب هذا البيت مالك رجع على مره ثانيه، فهمانه؟ ومين قال لك اني راجعه؟ وحياه عينك ما يراجع على هالبيت وتنطبق السما على الارض، يلعن هالعيشه. ولك شبكن على بكره الصبح، الصبح وبالخير بقى، وحاجتكن عياط على حس الجيران. تعي اسمعي امي تعي، قال انتصار خانم بدها تحرد البيت اهلها لانه ما عم يطلع بايدي دبرها بيت لحالها. ليش وقت طلبناها ما قالوا لاهلها انه السكنه ببيت حماها؟ امبلا بعرف، بس على اساس اني زوجي مو خدامه. ولك افرضي حالك انك عايشه ببيت لحالك، ما بدك تمسحي وتطبخي وتكنسي وتشتغلي، ولا هنيك الشغل بيصير لحاله؟ لا ما بيصير لوحده، بس وقتها بيكون شغلي على قدي انا وجوزي، مو على قدكم كلياتكم. شو؟ شايفتك لبستي بسرعه، شو الظاهر ناويتيها ومجهزه حالك سلف؟ مجهزه ولا مالي مجهزه، بس تلاقوا حل تاخذوني من بيت اهلي، وغير هيك ما عندي. شوفي انتصار، للمره الاخيره عم اقول لك، ها إذا طلعتي من هالبيت مالك رجع على مرة تانية. وسيدي بالناقص، ومين قال لك إني راح أرضى أرجع؟ انتصار! أرصاصي لصك رص ضربي سد ما يرد، ولك بس بدي أفهم على شو هالنمرة دي؟ بكيت لعميت ومشيت لحفيت لحتى قبلنا فيها، ولك العمى العمى على بنات هالأيام. هي الله وكيلك، إذا بدهم يغسلوا كاسة بيت حماهم بيتعبوا بينبرق ظهرهم بتتكسر مفاصلهم. إيه والله والله أنا بيت حماي طحنوني الملح بكواعي. لا وفوق كل هاد كل شي تحت القفل والمفتاح، بقى ليش كرهان أنت الخانم؟ آه لك شوفي شو القصة يا عين، تراكم صوتكم طالع. مرت ابنك تاركين على راحتها، بتاكل بتشرب بتخبي غراض بوضتها، منغمض عيوننا بنعمل حالنا مو شايفين. بقى شو كفرنا اذا خليناها تشتغل لها شويه زياده؟ شو راح ينقصها ايد ولا رجل؟ لك امي مشان الله حاجه، البنت مو هون لحتى تسمعك، مع مين عم تحكي؟ ما عم بحكي مع حدا، عم فش خلقي، لاني انا بصراحه كابته وساكته من زمان. وليش بقى؟ ايه شو ليش؟ ايه كان بدي لا بالصرامه وقت اللي وافقت اني فوت الكني على بيتي. لا وشو فكرة حالة نضايفية كتير، على أساس وقت شرفت لبيتنا كان الأمل عم يسحبنا وجت هي نظافتنا. لك كل مرة كل مرة بتفوت كني على بيتها ايه بدها ربط على المعنى. لك يا أمي مشان الله حاجة بقى، الدنيا لسه الصبح بكير والناس نايمة، يعني ضروري كل ما تخانقنا أهل الحارة كلهم يدروا. هالبنت بلا رجعة لهون، أنا ما عاد بدي إياها، أصلا هي طلعت بدون موافقتك. وإذا كانت هالبنت ساحرتك ولا بدك إياها، يا أخي روح لاقي لها بيت، خشة، غرفة، داكونة سكن أنت وياها، بس إنه ترجع لهالبيت أبداً أنا جسمي ما عاد يتحمل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولك سهام! سهام! فزي ولي؟ فزي! خير ماما شو في؟ ليش عم تقروشو؟ الله ليش شبعت نوم انتي التانية؟ هلا فهمني سعيد، بدك تقول لأمك ولا لا؟ يعني شو بدك يعني إلا؟ بدك يعني إلا تحكي بوشها لحتى ما تجرحي مشاعرها؟ بالله شو فكرك القصة مو محرزة ما هيك؟ يا سعيد عم قلك أمك صار عندها علم إنه صاير معي طرف قريب لك، ما تمت ما تمت بنوم، بعدين يعني رح تعمل لي إياها تراجيديا لأنه مدت إيدها وساعدتني بهالكم غرض بالبيت؟ هلا انتم مو مقسمين الشغل بين بعضكم، خلص معناتها القصة محلولة، بعدين إذا أمي تناشفت بوشك شوي، معناتها عم تعاتبك بطريقة غير مباشرة. إيه لا مو هيك القصة،
أمك شو بدها يعني فيه من الصبح من قبل الشحادة وبنتها وساوي شغل البيت كلياته؟ قال شو بركي اجانا حدا من على بكرة الصبح. هلا بس اللي بدي افهمه، مين بده يجينا من الساعة 8 الصبح؟ اه اللي مين؟ بعدين انا ما بقدر اقوم من فرشتي قبل الساعة 10 الصبح، يعني اذا امك بتحب تصحى بكير تصطفل هي حرة، اما انا شو ذنبي لحتى افيق معها بكير؟ اه شو ذنبي انا؟ يا عفاف يا روحي، يعني انت سهرية شوي، في الصبح بكير، خلصي شغل البيت كلياته خلال ساعتين ورجعي نامي. حبيبي شوف لقلك، انا امتى ما فقت ما بعود بعرف ارجع نام. ثانيا واللي هو اهم سعيد، انه انا ما بحب حدا يرسم لي اسلوب حياتي ولا طريقه حياتي اللي انا عايشتها. فهمت علي سعيد ولا عيد وفتق؟ وليش غطيت علي كاني مستخدم عندك؟ شفت شلون؟ شو شفت شلون؟ شو قصدك؟ يعني لما حكيتك بطريقه مو حلوه صرت مستخدم عندي، بس امك معلش تعاملني بالطريقه اللي هي بدها اياها، هاي مو مشكله معلش. تسلمي لي يا عفاف، انا تاخرت على شغلي وصار لازم امشي، وبس ارجع بنحكي، بس بدي اطلب منك شغله. دخيل عينك ما تفتح الموضوع مع امي مشان ما تزعل، ماشي؟ يلا خاطرك. خايف على مشاعرها الافندي، شي حلو. شوف يا ام هشام، الكلام اللي حكيته معك على بكره الصبح ما كان إلا كان تسميع لمرتك لحتى ما تطوط زنيتها. يعني انا ما بدي اياها تطلع برات البيت، بس كمان نحن ما لنا مستعدين نخدم مرتك لحتى ترضى علينا. امي فهميني بشان الله، انتصار ما بدها اياكم تخدموها، بالعكس انتصار مستعده تشتغل، بس بدها مين يعاونها يحسسها انه مقدر شغلها وتعبها. ليش نحن ظالمينها يا بعدي؟ اي نحن ايدنا وايدها بالشغل سوا. إيه بس معلومة، بيتنا كبير وبده شغل كتير، لكن ما تشوف كنايم بيت خالتك أم رضوان وكيف عايشين، شو كانت عملت؟ يصدقني خالتك أم رضوان عندها 3 كنايم وكلياتهم ما بيسترجوا يطلعوا بوشها مجرد تطليع، وبدهم كلياتهم رضاها لحتى ترضى، هن وجوازهم، ونحن بكنة وحدة ما لنا مخلصين. لك قولي على قامة هالحظ اللي داير لي ظهره طول عمري. بس يا أمي هنيك في 3 والحمل على الجماعة خفيف. احنا هون عم نشتغل 3 مع بعضنا، مو بس مرتك لحالها عم تشتغل. بس انا بعرف ليش عم تعمل هيك مرتك، ولقلك بلا ما احكي. ليش لحتى ما تحكي؟ شو عم تخبي علي انا؟ بصراحة مرتك في مين عم يزن بإيدنا؟ مين يعني؟ مين يعني؟ إما عم تعلمها إنه تخلق الشر من تحت أظافيرها لحتى تاخذ لها بيت لحالها، ولك أنت مالك شايف كيف بترجع من بيت أهلها مخربطة فوقاني تحتاني كل ما عملت لهم زيارة؟ لك يا أمي الله يوفقك. هلا بلا أمي بلا أبي، ولك ابني أنت لساتك بغو وما بتعرف شغل النسوان. لك أنا عم عاملها لمرتك مثل أختك سهام إذا ما كان أزود، وحاسبتها وحدة منا، فإذا بدها تسكن عنا أهلا وسهلا، إذا مو عاجبة تصطفل. انت بس اللي انك ما بدك اياها لحتى من بكره روح اخطب لك 6 ستة. ولك انا بس بدي افهم على شو شايفه حالها؟ لك اهلها ما جوزوها الا لحتى يخلصوا من لقمتها، بعدين صار لكم 2 سنين متجوزين ولهلا ما حبلت ولا باين انها رح تحبل. امي مشان الله اسمعيني، انا نحن الاوادي ان لحالنا المسكينه مكسوره الجناح، وخلينا نسترها، عم طلعت ملعونه وتحت السواهي دواهي. يا امي انت عم تظلمي البنت بهالكلام. ولك انا عم اظلمها اصلا، ما قوى براسها غير دلالك إلها. بقى شوف اذا مو عاجبها الحال خليها ببيت اهلها. لا حول ولا قوه الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. 35% شو بدنا نعملها يعني؟ جاجه حفرت وعلى راسها على البيت. مين على الباب يا هشام؟ هي اختي عفاف. مرحبا ماما. اهلين ماما عفاف، شو شايفتك جاي لحالك؟ وين جوزك؟ ماما جوزي مو معي. ايه بعرف انه مو معك شايفك، بس وينه؟ ماما بصراحة انا جاي نام عندك. ليش يا مو؟ حردانة؟ ايه ماما بصراحة حردانة، وماني راجعة لهداك البيت بنوب غير لحتى يلاقي لي بيت لحالي. انا ماني لفاية وشغالة عند امها ولاني عبدة إلها. ايوه قال بدها يعني في من الصبح وساوي لها البيت كله وهي متسطحة فرشتها. ليه يبعت لها حمى وداء السلة ان شاء الله لهون وصلت معها؟ لك يخرب بيت على هالوش اللي إلها مثل الارض هي وابنها. اصلا انا من ايام الخطبة ما هضمتها، وشها مثل القريص. ايه مزبوط ماما مثل القريص. ولا يهمك
ولا يهمك تقدري عيوني بيت ابوك او لفيكي، وانت مالك مجبوره بنوب تخدمي حدا. والله مو ناقص الا تجيبي لها فنجان القهوه على تختها وتحطي ايدك على صدرك وتنحني قدامها. مزبوط ماما، هي هيك عم تعاملني. تعي امي تعي فوتي تقبريني. اي قسما بالله جوزك ما بشوف ضفري لحتى ياخذ لك بيت لحالك. انا اصلا جوزتك ما بعتك خدامي لعنده.